جميع أوقاتكم بالخير والبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط الثالث الخاص بفتح الجعدان للثنايا المحليات الأصايل من مسافة 8 كيلومترات، حاملة لهذا التحدي ومرحبة بهذه الشعارات الكبيرة المتواجدة هنا في عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات وهذه الأجواء الضبابية أسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، وهنالك الأسد انهيام بن سعيد بالكيلة العامري يتقدم على مستوى المركز الأول والانطلاق الأول ليسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. ننتقل مباشرة إلى ثاني التحديات وأتابع الشعارات القادمة، الشعارات الواصلة، وهنالك سراب محمد بن حمد بن 70 المحرمي وصل إلى المركز الثاني. المركز الثالث هنالك وبران اشطيط بن سعيد بن محمد الكتبي واصل التحديات على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك التواجد والانطلاق من قبل بترول أحمد بن هاشم بن يوسف العوضي يتقدم هنا على المركز الرابع. وخامس التحديات الواعي ناصر بن راشد بن شابل الزبداني المري وصل هنا على المركز الخامس. وسادس التحديات المركز السادس بترول لسيد سعيد بن غلام بن موسى البلوشي مع انطلاق بترول على المركز السادس. المركز السابع الطاغي لسيد سيف بن حمد بن قناص العامري يتواجد على سابع المراكز، بينما المركز الثامن مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتابع هنالك الانطلاق من الجانب الأيمن. يتواجد هملول لسيد محمد بن حمد بن مضحية العامري المركز التاسع. هنالك هملول محمد بن سعيد بن بداح العامري، بينما المركز العاشر ختام هذه الجولة مع انطلاق وداع سيف بن محمد بن هزيم المنصوري وصل هنا على المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى المنطلقة والمعلنة عن حضورها واندفاعها في مسار وتحدي هذا الشوط. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى شعار الكليلي أم بالكيلة. هنا يتقدم شعار بالكيلة العامري انهيام بن سعيد بالكيلة العامري مع انطلاق الأسد على المركز الأول. الأسد على مقدمة الشوط أتى في نداء الأول مع الانطلاق الأول، وهنا أيضا مع بداية نداء الثاني يأتي في الانطلاق الأول الأسد، بينما المركز الثاني ثاني التحديات. وهنالك المتواجد سراب السيد محمد بن حمد بن 70 المحرمي وتواجد في دائرة التحدي ودائرة المنافسة. المركز الثالث الوصول والانطلاق الجميل والمميز من قبل الواعي ناصر بن راشد بن شابل الزبداني المري، أحد ضيوفنا الأعزاء القادمين من ميدان التحدي وميدان الشحنية تواجد هنا على المركز الثالث. المركز الرابع وبران السيد شطيط بن سعيد بن محمد الكتبي وصل على المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس من بدأ يتقدم وبدأ بالانطلاق بترول أحمد بن هاشم بن يوسف العوضي مع انتصافنا لمسافة 8 كيلومترات. 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 4 كيلومترات مليئة بالتحديات مليئة بالمنافسة مليئة بالإثارة مع انطلاق هذه الأسماء وهذه الشعارات المميزة والجميلة. إذا مقدمة الشوط والانطلاق الأول مع الأسد انهيام بن سعيد بالكيلة العامري لا زال هو المسيطر، لا زال هو المتربع لعرش الصدارة وعرش المقدمة. يا سلام مع هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني
وصل سراب على ثاني التحديات محمد بن حمد بن 70 المحرمي من يحتل المركز الثاني المركز الثالث. هنالك الواعي ناصر بن راشد بن شابل الزبداني المري من يحتل المركز الثالث. ورابع التحديات هملول محمد بن سعيد بن بداح العامري بدأ يتواجد هنا على المركز الرابع. وخامس التحديات من الجانب الأيمن هنالك هملول محمد بن حمد بن مضحية العامري يتواجد أيضا هنالك على مستوى المركز الخامس. وسادس التحديات وداع لسيد سيف بن محمد بن هزيم المنصوري وصل بن هزيم يتسلل من المركز العاشر إلى سادس التحديات. نتمنى له التوفيق وأمنياتنا دائما وأبدا ترافق الجميع. المركز السابع هنالك الانطلاق الجميل والمميز وصل وبران اشطيط بن سعيد بن محمد الكتبي. نرحب بهذا القدوم والانطلاق على مستوى المركز السابع. وثامن التحديات وتابع هنالك بترول احمد بن هاشم بن يوسف بالعوضي بدا يتقدم الان على المركز الثامن. وتاسع التحديات وصل ظبيان تركي بن غلاب الصواط الاعتيبي من بدا يتقدم مع هذا الانطلاق. بينما المركز العاشر هنالك ختام هذه الجوله مع انطلاق جروح لسيد شاهين بن خلفان الراشد المزروعي يحتل المركز العاشر. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى الشعار العامري الأسد 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 إن هيام بن سعيد بالكيلة العامري على مقدمة الشوط. العامري يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. يا سلام مع هذا الانطلاق الجميل والمميز. المركز الثاني ثاني التحديات سراب محمد بن محمد بن 70 المحرمي وصل على المركز الثاني. المركز الثالث التدخلات والانطلاق من الجانب الأيمن. وهنالك وداع من يصل على المركز الرابع لسيد سيف بن محمد بن هزيم المنصور يتقدم الآن على المركز الرابع. وخامس التحديات هنالك وبران اشطيط بن سعيد بن محمد الكتبي. ولكن هملول هملول من بدأ يتسلل هملول من بدأ بالانطلاق وبدأ بالتحديات لسيد محمد بن سعيد بن بداح العامري 2.5 كيلو ما تبقى عن الناموس ما تبقى عن الفوز والانتصار. تنبيه لملاك هذه القعدان الثنيان المحليات الأصايل المتابعين لهذا الانطلاق. هنالك مقدمة الشوط والمركز الأول الأسد الأسد على صدارة الشوط مع هذه الأجواء الضبابية لسيد هيام بن سعيد بالكيلة العامري. يا سلام على مقدمة الشوط. المركز الثاني هملول محمد بن سعيد بن بداح العامري يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث يا سلام يا سلام وصل بن مشيط علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري يقدم لنا شاهين في أول نداء لهذا الشعار المميز. 2 كيلو يا بن مشيط ما تفصلنا عن خط النهاية ولكن الوصول وصل في هذه اللحظات. الصواط يقدم لنا ظبيان تركي بن غلاب الصواط العتيبي أبناء العرفة أبناء الطائف يتواجدون مع هذا التحدي ومع هذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا الصواب على المركز الثاني. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط أعود إلى التحديات وإلى الانطلاق. الأسد وضبيان ضبيان والأسد بالكيلة وبالصواط. يا سلام المركز الثالث بن مشيط بدأ يتقدم علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري مع انطلاق شاهين. المركز الرابع هنالك هملول محمد بن سعيد بن بداح العامري يتواجد وكيلو ونصف الكيلو يا بن بداح. المركز الخامس الانطلاق مع وبران اشطيط بن سعيد بن محمد الكتبي. وايضا هنالك الواعي الواعي لسيد ناصر بن راشد بن شابل الزبداني المري. ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى ظبيان وأداء ظبيان وانطلاق ظبيان تركي بن غلاب الصواط العتيبي من يقدم لنا هذه العروض المميزة والجميلة في أول أشواط الثنيان الجعدان المحليات الأصايل في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة والناموس غير
غير الصوت، ناموس عاصمة الميادين غير الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات، كيلو الناموس، والصوت منفرد بالصدارة، منفرد بالمقدمة، ظبيان ظبيان على المركز الأول، واحد أبناء العرفة، يتواجد تركي بن غلاب الصوات، العتيبي، أبناء المملكة ينتظرون هذا الناموس المميز. المركز الثاني بالكيلو متواجد مع الأسد انهيام بن سعيد بالكيله العامري، ولكن ظبيان جولة الأوامر، جولة التحديات، جولة الانطلاق، وظبيان يبحث عن التوقيت، يبحث عن التوقيت. الله الله، وصل هملول، هملول اللحظات الأخيرة، ظبيان وهملول، هملول وظبيان، محمد بن سعيد بن بداح العامري غير الأمور بالكيلة، بالكيلة يعود، يعود مرة أخرى، ولكن بن بداح، بن بداح اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، هملول محمد بن سعيد بن بداح العامري، تهانينا تهانينا، والناموس خميس الوهيبي من يقدم لنا هذا الاسم في الشوط الرئيسي، تهانينا والناموس لمالك هملول محمد بن سعيد بن بداح العامري على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس. لحظات وصول إلى خط النهاية، المركز الثاني الأسد وصل على ثاني التحديات، الأسد السيد الهيام بن سعيد بالكيلة العامري، بينما المركز الثالث وبران سيد شطيط بن سعيد محمد الكتبي، المركز الرابع وصل شاهين علي بن حمد بن مشيط المري، وخامس المراكز نحيلها إلى لجنة الخط والتحكيم. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، 13 دقيقة 20 ثانية للوفاء والتمام، تهاني والناموس لمالك هملول محمد بن سعيد بن بداح العامري على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني الأسد للسيد نهيان بن سعيد بالكيلة العامري قطع مسافة 8 كيلومترات 13 دقيقة. من الثانية، تهانينا والناموس لمالك الأسد نهيان بن سعيد بالكيلة العامري، بينما المركز الثالث وصل وبران شطيط بن سعيد بن محمد الكتبي، 13 دقيقة 21 ثانية 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.